الماء خانز كتشربو في البلاصة كيشدوك الكلاوي. انا شخصيا مريض بالكلاوي، غير نشربو يشدني الوجع، ما كنقدرش نشربو، كنشري الماء هو اللي تنشرب. كانت تقريبا 40 درهم في السيمانه اللي كنشرب ديال الماء، مال الدار ديالي 40 درهم في السيمانه، يعني راه ما وكان ورغم ذلك تنخلصوا هذا الماء اللي ما قدرناش نشربوه، عانينا بزاف من ناحيه هذا الماء هذا. ايوا قضيه الماء راه تضرينا بزاف، مره تيتقطع وخارج وخا كاع مكاين، حنا تنشريو الماء ديما كاع السكان ماشي غير انا، تنسقيو مره تنشريو هكا، تنجيو السيتيرنات دوك الترنزيات ولا بيجو، جبت سيتيرنات الماء تيتباع الماء هنا مزيان بزاف ماشي غير شويه، الناس ما بقاش يعمروا الماء ديال الدار غير تقضي التصبين صافي باش يخدموا التسياق. السبيطار ديالنا عام غير بالدراري، غير اللجع، اللجع ديما كاين الدراري، زعما ما كانش شي حد اللي قال لك عمري في شي حاجه اخرى، غير اللجع غير الماء المهم، قضية ديال الدراري كلشي غير الماء باش تيمرضوا. ولله الحمد لم تسجل اي حاله مرضيه متعلقه بالماء، ولهذا فاننا نطمئن زبنائنا الاعزاء بان هذا الماء الذي يتوفرون عليه فانه هو ماء صالح للشرب، خاضع لجميع للمعايير الوطنيه التي هي بدورها تتماشى مع المعايير الدوليه، ومستقبلا ومن اجل تجويد يعني على مستوى الذوق فقط تجويد الماء، فإن المكتب الوطني الماء الصالح للشرب يعني بصدد مشروع لتزويد المدينه انطلاقا من سد التيويين. والان المحطه المعالجه الجديده على مستوى هذا السد فهي في اطار يعني الاشغال ديالها في اطار المراحل ديالها الاخيره. والسد ديال تيويين، هذا السد باش واعد هنا شحال هادي راه صافي يكمل، ولكن لما باقي ما وصلش الساكنه قالوا لنا سبتمبر 2018 راه ما بقى لها والو، باقي ما وصل لا قادوس لا والو. وتنطلبوا من اسميتو اللي مكلفين بهذا الشيء يعجلوا بهذه الاشغال اللي شبه متوقفه ولا متوقفه نيت، باش يعجلوا لنا يديروا لنا الحل لهذا الماء هذا. بالنسبه لينا حنايا هاد الشواهد اللي كيعطيونا اللي كيعطيونا الاخوان ديال اونيب كنحيلوها على الناس الاخرين ديالنا باش اننا نتاكدوا فعلا، كنتاكدوا بانه الماء هو صالح للشرب، ولكن كيبقى انه دائما حنا تنقولوا بان كاينه فيه واحد الريحه، هذه الريحه كيقولوا بانه ما كتجي منين البراج كينقص كيهبط الماء وكيولي يتخلط بهذاك الطين ديال سميتو، رغم انهم كيداروا لي تريتمون بشكل كثير ولكن كتبقى الريحه ديال الغيس كاينه فيه. هذا واحد. ثاني حاجه القضيه ديال الملوحه ديالو، حنا كنعرفوا بان المنطقه ديالنا معروفه بالمعادن ودايره بالجبال ديالها كلها اللي دايره بالمنطقه هي جبال معدنيه اللي فيها المعادن، وبالتالي هاد الملوحه او لا التغيير ديال الذوق الا كيجي دائما من هاد المساله ديال العبور ديال المياه على هاد المعادن هذه. دابا حاليا بفضل صاحب الجلاله نصر الله تعطى مشروع اللي هو كبير جدا اللي هو السد ديال تيوي اللي غادي يعطي ان شاء الله اليمونتي المدينه والمناطق اللي بالجوار ديال المدينه فيما يخص الماء ديال الشرب. راه قريب تقريبا يكمل، غادي يكون ان شاء الله في شهر 12 ان شاء الله باذن الله غادي يكمل لو بروجي، وغادي نعاود وغادي يكون عندنا الماء بير جاي من سد تيوي.